ده بس يا استاذ محمد، رصد 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 رصد. طيب نقطة زي ما بيقولوا كده. خلينا بما اننا بنلعب بينج بونج كده من اولها، استاذ محمد غنيم، يعني حضرتك بدات ترمي علينا طوب من واحنا في الفاصل، احكي لي كده ايه اعتراضك ان الزوجه تبقى عارفه كل كبيره وصغيره عن جوزها؟ مش انت عارف كل حاجه عن مراتك؟ خلق الله ادم للدنيا وخلق حواء لادم. حلو ماشي، ما عندناش مشكله. اذا هنحط بقى نقطه نظام ان الدنيا هي الرجل والمراه للرجل. الرجل هو المسؤول امام الله عن بيته وزوجته وولاده نفسيا وانسانيا وماليا وبيتيا وحياتيا و و و. الرجل لا يحتاج لرقيب ولا يحتاج لمقوم، والواحده تعوده يمشي كده ولا يمشي كده، المفروض هي اللي تمشي في ركابه، مش هي هتعوده يمشي ازاي. ماتيريال الراجل ده عامله ازاي بس؟ معلش اللي انا هشوفه الدنيا ده. الرجوله المظبوطه المظبوطه هي المسؤوليه بس كده، تمام، ما اختلفناش. طب الباقي بقى، بص حضرتك الصح ان البيت ده بتاع الراجل كله بمن فيه وما فيه، يملكهم امام الله، يملكهم. حتى هي لما مضت انها زوجة هي ملكه. لا عهد العبيد. انا والفكر والحياة، يعني اللي هي عايشة عشان ان هو يملكني في كل حاجة طبعا. لا انا عندي اعتراض. يعني حضرتك عايزة تنزلي على حاجة تانية خالص؟ هتنزلي بغير ما تقولي له؟ لا دي حاجة ودي حاجة. تقول له للعريس حضرتك عايزة تشتغلي وهو مش موافق هتشتغلي؟ هشتغل. لا استحالة. ليه ما اشتغلش؟ خرجتي عن طوره. لحظة واحدة بس. لا انا هشتغل. الراجل احنا دلوقتي سيدنا محمد، عفوا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رسول الكريم اللي قابل ربنا شافه بعينه. لو كنت امرا احدا، لو حرف امتناع الامتناع لو متذكرين عربي، لو حديث غير صحيح من وجهه نظر. لا طب ممكن ما ندخلش الدين في الموضوع. لا لا بلاش ندخل الدين في الموضوع. اساس الحياه في البيت، اساس الحياه في البيت المشاركه من عقل الرجل. طب ما عندوش عقل يعني نعمل ايه؟ بس انا عايزه اقول على حاجه بس يا سلمى، ان احنا دلوقتي هو وصف الرجل ان الرجل ده معصوم من الخطأ. مين قال؟ أو لا يخطأ. طب خلينا نكمل. طيب الرجل ده لا بتقول لا يقوم ولا 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 ولا. لا طبعا أكيد الرجل ده بدل هو إنسان وإحنا بني آدمين، فإحنا كمان لله وحده. أنت هتربيه ولا ممكن مش هربيه. لو على طريقتك. لا ولا هعوده. أنت هتعوده على طريقته. هو أنا على فكرة أنت لما بتخلي بالك من ابنك أو بنتك وتقعد تظبط وراه أو تبص وراه ده اهتمام وحب. هو مش ابني. هي ايه المشكله؟ هو ليه بيدور؟ هو ليه برضه بيدور على امه فيا؟ ما هو جيتي تتجوزيه عشان تساعديه في حياته. هي ايه المشكله؟